أكد وزير العدل القاضي بدر العارضة على أهمية تفعيل سير إجراءات قضايا الأحداث لدى الجهات المختصة وتسريع آليات العمل مع المركز الوطني للطب الشرعي. جاء ذلك خلال لقاء انضم كل من وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبد الكريم بعباد، ورئيس محكمة الأحداث القاضي إنجريد عبد الله، ومدير شرطة الأحداث بعدن، ومدير المركز الوطني للطب الشرعي القاضي صالح باشافعي. وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز جوانب العمل المشترك وتذليل الصعوبات التي تواجه الجهات ذات العلاقة بقضايا الأحداث بما يسهم في تسهيل النظر لمثل هذه النوعية من القضايا. وناقش اللقاء جملة من الحلول التي تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه إجراءات التقاضي في قضايا الأحداث وتنسيق العمل المشترك مع الوزارة ومركز الطب الشرعي وزيادة البرامج التوعوية المجتمعية التي تستهدف فئة الأطفال. وأقر اللقاء تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل إعداد خطط وبرامج كفيلة بتفعيل العمل الإداري والقضائي في مثل هذه القضايا ووفقا للقانون.